هاي جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو هيكون عن ماذا يوجد في حفلات العيد. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس وهاشتاج حمد توصيل جودة تيوب ل 100,000 مشترك، وما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل 30,000 لايك. يلا نبدا الفيديو. دي شنطتي للعيد، شكلها حلو قوي، عليها ترتل. انا ما بحبش الحاجات اللي عليها ترتل، بس انا لقيت يعني الترتل اللي عليها مدي شكل حلو يعني، فقلت اجيبها. الترتل اللي عليها ما بينزلش فحبيتها. فشكلها هي اسود في بامبا اهي، طبعا من ورا ظهر، وممكن تشيلوا الحبل ده وتحطوه هنا كده. بصوا في هنا حاجات كده ممكن تحطوه فيها وتعملوها كروس، هيبقى برده شكلها حلو. هي فيها سوستتين، او ما تكون سوسته حاطه فيها حديد. يلا نبدا. اول سوسته حاطه فيها اول حاجه فرشه، عشان شعري اكيد بيتلعبك. فرشه، وحاطه فيها موبايلي، ده اهم حاجه طبعا لازم يكون موجود في الشنطه. وكمان حاطه فيها مرايه، اهي مرايه، طبعا مش هقدرها كده علشان يعني الاجواء ما تبانش، هعملها كده بس اهي. ونسيت اقول لكم موبايل نوع ايه، فهقول لكم موبايل نوع ايه، اهو ببصمه. وعنده كاميرتين، موبايل نوعه شاومي نوت 7، ريدمي نوت 7 يعني، انا جبته قريب يعني مش من بعيد. طبعا دول اهم حاجه من الشنطه. المناديل الوايبس، في ناس بيقولوا مناديل معطره، مناديل وايبس، مناديل موبايلات، في ناس بيقولوا حاجات كتيره، في ناس بيقولوا كلينكس كمان. والمناديل دي ناشفه مش وايبس. ومعايا روج منوكير، ده مش روج، وتوكا اهي بامبا، حلوه قوي توكا بامبا. ومعايا طبعا ده اللي بيتحط على العيون، بصراحه مش عارفه اسمه ايه، اهي افتحها اوريها لكم. انا حطيتها في كيس لان الغطا بتاعها ضاع، هي جايب غطا طبعا اهي. ومعايا دي بحط فيها فلوس، بس انا دلوقتي حاطه فيها حاجات. حاطه فيها اول حاجه عشان دول حاجات صغيرين ما يضيعوش في الشنطه، حاطه فيها الغوشه دي عجبتني قوي، لونها ذهبي كمان فهتليق على كل حاجه. والغويشه دي برضو هتليق على الفستان او الطقم اهي. والغويشه دي عليها فيونكه اهي او فروشه لونها احمر، برضو هتليق على كل حاجه الاحمر. وعندي بقى خواتم كتيره، يعني هم اربعة تقريبا خمسه كده. الخاتم ده حلو قوي، فراشه واخضر كده، في اسود في اخضر، حاجه حلوه. وده برضو بس ده ورد حلو قوي بس اخضر فاتح، وده في فص كده احمر حلو قوي. وده عشان لو انا عندي اي حاجه فضي رمادي كده يليق عليه، او اي حاجه اسود. بس خلصنا اللي في دي شكلها. وعندنا مونوكير كمان لونه ذهبي، هيليق برضو على كل حاجه زي الغويشة، ذهبي اللي فوق. وعندي روج لميع حلو قوي، انا استخدمته اكيد، بس انا بحطه في العيد، شنطه العيد يعني. طيب ده اكيد استعملته يعني مش جديد. برفيوم حلو قوي وريحته حلوه كمان. ودي طبعا سماعات الموبايل، لازم دول يكونوا معايا في الشنطه، 24 سماعه. ونفس دول الاثنين نفس النوع او نفس الماركه، بس ده لونه ذهبي وده لونه زي ابيض بس في حاجه بتلمع كده سنه اهو. ومعايا مبرد للضوافر عشان ساعات الضفر بيتكسر فاسويه لونه احمر. ومعايا نفس التوكه دي اهي، في منها اتنين هما نفس، عشان انا حبيت اعمل قطتين كده يعني. السوسه دي خلصت خلاص، السوسه التانيه ندخل عليها. دي فيها اكتر حاجه بحبها الميك اب بتاعي. عندي روجات كتيره قوي، الروج ده لونه يعني زي لون الجلد بيج، بيقول عليه بيج كده. وكحل، ومعايا دي اللي بيحطوا بعديها ده، والله مش عارفه اسمه ايه يعني ناسياه. وطبعا احنا في ليله العيد يعني بكره العيد، هو تقريبا ساعتين والفجر يأذن ويبقى العيد، وانا طبعا اكيد فرحانه يعني. طيب ومعايا كمان بلاشر، دي لسه جايبها جديده اهي، لونها حلو قوي. افتحها
معاكم من جوه اهي لونها بينك برضه هيجي على كل حاجه. والبرايه دي هتستغربوا ان انا معايا برايه في الشنطه دي وانا مش معايا قلم ولا اي حاجه، بس لو ملاحظين ان انا معايا قلم الكحل، فلو قلم الكحل اتكسر جرر اي حاجه قبلي. ومعايا روج ده نفس اللون ده، يعني ده لون واهو ده نفس اللون، بس اعتقد اغمق سنه بسيطه، اغمق اهو. نقفله بس عشان ما يبهدلش. وده برضو هما الاثنين ووتر بروف، ما بيتمسحوش من على البقه خالص. معايا بقى كتير منكرات قوي، اسود ده بيليق على كل حاجه وهيليق على طعمي عامه، طقمي اهو. والبينك لوني المفضل، لا لوني المفضل احمر، الاثنين الواني المفضله يعني بحب كل الالوان. برايه كمان عشان لو البرايه دي اتكسرت او ضاعت يبقى معايا برايه كتير، ولونها احمر ده اللون بقى اللي بحبه الاحمر. وزبده كاكاو او مرطب شفاف، يا زبده كاكاو يا مرطب شفاف، ويا مرطب شفاف اهي. هي طبعا داخله جوه، لونها احمر لوني المفضل برضه. ده لميع بيتحط على العين كده بيبقى حلو قوي، بحبه برضو. زي لون موفي يعني احمر تبيتي كده، حاجه زي كده يعني. ومعايا كحل برضو تاني، معايا كحل كمان يعني اتنين. ومعايا قصافه زي المبرد بس بتقص بقى الضوافر كده، عارفينها يعني صغنونه خالص عشان تبقى يعني حاجه بسيطه في الشنطه. وروج احمر ده لوني بقى المفضل 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 برضو. ومعايا ده اخر حاجه في الشنطه، الشنطه خلصت يعني خلاص مفيش حاجه تاني، ده اخر حاجه في الشنطه اهو المنكر ده. إيه طبعا كل المنكرات دي استعملتها، بس برضو باخدها معايا في شنطه العيد على انه يعني لو في حابه احط مع اولاد خالي ولاد عماتي كده يعني لو حابه يعني. طبعا خلصنا فيديو النهارده، دي الحاجات دي كل الحاجات اللي في الشنطة. طبعا خلصنا فيديو النهاردة، بس برضو قبل ما اقفل الفيديو او قبل ما اقول سلام او قبل ما اقول اي حاجة لازم تعملوا اللايك عشان افكركم، بس عشان ما تبقوش ناسيين لازم تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنتس وهاشتاج حمطة وصل لجودة تيوب لمية الف مشترك، وما تنسوش 30 الف لايك للفيديو. وباي.